بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح برنامج المايكرو ستيشن. برنامج المايكرو ستيشن من البرامج اللي عاملاها شركة بنتلي، ودي من الشركات القوية وليها برامج قوية جدا، سواء في الطرق، سواء في السك الحديد، سواء في إنشاء المباني. المايكرو ستيشن ده يعتبر من أشهر البرامج بتاعتها، هو برنامج بيشتغل في 2D و3D. طب ايه لازمته؟ لازمته شديدة جدا، هو قريب من الاوتوكاد، بس هي الفكرة كلها ان برامج البنتلي بيبقى عشان تعدل حاجة في الديتيلز او كده بتوديها لبرنامج المايكرو ستيشن، وبعد كده ترجعها تاني للبرنامج اللي انت شغال عليه. يعني ممكن اكون شغال في برنامج مثلا خاص ببرامج البيم، وانا شغال في مثلا حاجة ناقصة عايز اعدلها والحاجات دي، فبوديها برنامج مايكرو ستيشن اعمل الحاجة اللي انا عايزها، وبعد كده ارجعها لبرنامج البيم لو انا مش قادر اعملها في برنامج البيم. فهو برنامج مفروض ان احنا نبدا فيه. طب ليه برامج البنتلي يعني احنا محتاجين ان احنا نتعلمها؟ لسببين. السبب الاول انها برامج فعلا قويه، يعني شركه بنتلي بتعمل برامج فعلا قويه، وبرنامج بنشتغل بيها في البرامج التقيله جدا، بنشتغل بيها في مشاريع كبيره ومعروفه على مستوى العالم. السبب التاني ان في بعض المشاريع الكبيره سواء في الامارات او في قطر هتعتمد على برامج شركه بنتلي وبقت مطلوبة، فبدل ما هم يجيبوا ناس من بره الدول العربية والدول الإسلامية واحنا قاعدين أصلا في ناس كتيرة مش شغالة، طب ليه ما نتعلمهاش ونقول لهم لا، الأوفر إن انتوا والأحسن ليكوا إن انتوا تشغلوا الشباب بتاعنا، شباب اللي هو العربي، الشباب الإسلامي، الشباب اللي موجود، بدل ما يبقى في بطالة في البلد وانت جاي تستورد ناس من بره. فإن شاء الله هنبدأ نتعلم وربنا ييسر إن شاء الله. ده برنامج مايكرو ستيشن أول ما بيفتح بيقول لي اوبن، افتح ملف كنت شغال عليه. طب ايه الامتدادات اللي متاحه ليا؟ الدي جي ان، الدي جي ان ده الامتداد الخاص بالمايكرو ستيشن، عندي الدي دبليو جي ده الخاص بالاوتوكاد، عندي الدي اكس اف ده الخاص بالتبادل بين البرامج الهندسيه اللي شغاله في نفس المجال اللي هي شغاله في الحاجات اللي هي بتاعت الكاد. تمام، ممكن اقول له اوبن از ريد اونلي، انا عايز بس افتح حاجه اشوفها مش هعدل فيها. طيب لو انا ما عنديش اي ملف من دول او مش عايز افتح دول او عايز افتح ملف جديد، باجي هنا اقول له نيو فايل، فبيقول لي ماشي الملف الجديد انت عايز تسميه ايه؟ قول مثلا هسميه مايكرو ستيشن. طيب عادة هيبقى امتداد دي جي ان لان ده الامتداد الخاص بالمايكرو ستيشن، اقول له ماشي سيف. تمام، وبعد كده اقول له ايه، افتح لي الملف دوت، وبحدد برضو اليوزر هل هو اكزامبل ولا نيو ولا بروجكت ولا انترفيس. هنبدأ دلوقتي بالعادي ونشوف بعد كده ايه الفرق. هو برنامج سهل وبسيط، ولو انت شغال على الاوتوكاد هتلاقي نفس الاوامر تقريبا ونفس فكرة العمل، ولو مش شغال على الاوتوكاد برضو سهل ان انت تتعلمه. دي الواجهة بتاعت البرنامج، زي اي برنامج عادي بتلاقي مساحة للعمل، وتلاقي هنا الفايل edit elements setting tools الحاجات اللي هنشوفها مع بعض ان شاء الله، وبتلاقي هنا ادوات بتساعدني في ان انا ارسم، يعني سواء عايز ترسم سمارت لاين او ترسم لاين عادي او ترسم مالتي لاين، نفس الحاجات دي موجودة في الاوتوكاد، او ترسم بلوك او شيب او اورس شيب او بوليجن دايره، الحاجات دي كلها وكتابه يعني كلها هي موجوده. فاقول مثلا هنبدا نرسم سمارت لاين، الفكره كلها انا عندي هنا الاكس والواي هبدا اشتغل عليهم، انا منطلق اهوت برسم زي ما انا عايز، هدوس كليك شمال في مكان تاني فيبقى انا كده رسمت لاين، لان اي خط لازم يكون من نقطتين اساسيتين وبينهم طبعا نقط اللي هي نقط من هنا لهنا فرعيه اهو اول نقطة اخرى. طيب لو انا خلصت تمام اروح ده رايت كليك، يبقى انا كده رسمت الخط بتاعي، يبقى انا هقول له عايز ارسم خط كمان، الاكس والواي شغالين معايا، ممكن اقفل الواحدة فيهم بحيث ان انا بشغل في الواي بس،
تمام، او افتحهم الاثنين وابقى شغال حر، او اقدر اكتب الرقم اللي انا عايزه هنا وهنا زي ما انا عايز. بخلص بدوس رايت كليك. طيب لو في حد عايز يغير الاختصارات او يغير حته الرايت كليك والليفت كليك، ممكن يجي من ورك سبيس يقول له بوتوم، هيلاقي هنا كل حاجه البوتوم بتاعتها ايه. ممكن يبدا يظبطها، يقول له مثلا لا دي خليها مع كنترول، دي مع كذا. ريماب بوتوم ده بقى تبدا تشوف الليفت بوتوم هيبقى ايه، الرايت بوتوم هيبقى ايه، وتبدا تشوف ايه الانسب ليك وايه اللي انت عايز تشتغل عليه سريعا. وان شاء الله البرنامج سهل وبسيط، ويعني اغلب الاوامر هتلاقيك عارفها تلقائيا، لان الافكار واحده بين برامج الكات.